فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صليت مع إمام وقد فاتتني ركعة من الصلاة. صليت مع إمام وقد فاتتني ركعة من الصلاة، وعندما جلس للتشهد الأخير سلم الإمام ثم أتى بسجود السهو بعد السلام، يقول: ماذا أفعل؟ يعني اسجد معه، اسجد معه، لا تقوم لإكمال صلاتك حتى تسجد مع الإمام، تتابع الإمام. نعم. ثم يقول حفظك الله: وإذا قمت فهل أرجع؟ إذا لم تعتمد قائما ارجع، إذا اعتمدت قائما لا، تستمر. نعم.